السلام عليكم. المختطفون في سجون غير مرئية، هذه العبارة بالغة الألم لمجرد النطق بها، فكيف بالحديث عن تفاصيلها والمصير المؤسف والغامض لمصيرهم في ثنايا المقترحات والحلول السياسية التي تخلو من الحديث عنهم. يومياتهم في اللحظة الراهنة تتضاعف فيها المكابدات، خصوصا ليالي المعتقلات الباردة والأكثر قسوة من الشتاء البارد، شتاء الحرية منذ الانقلاب. مع بروز ظاهرة التعذيب في سجون الانقلاب تلوح في الأفق نداءات أمهات المختطفين كصوت وضمير بارز في مرحلة يبدو فيها العمل المدني والإنساني كنائب فاعل في أروقة الصراعات والأطراف الدولية. رابطة أمهات المختطفين أطلقت حملة إعلامية بعد أن كشفت أن 5 من المختطفين لدى ميليشيات الحوثي قد قتلوا تحت التعذيب الشديد في عدد من سجون الانقلاب في أقل من شهر، والذي كان آخرهم المختطف وليد الإبي الذي تمت تصفيته في سجن البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء بعد أيام قليلة من اختطافه. الحملة التي أطلقت هاشتاغ أوقف التعذيب وجهت نداء لكل وسائل الإعلام المرئي والمكتوب والمدونات للتفاعل معها مصحوبة بوقفات احتجاجية. تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان رصد خلال الربع الثالث اعتقال 942 شخصا من قبل الميليشيا الانقلابية، فيما رصد اعتقال 3380 شخصا خلال الربعين الأول والثاني للعام الجاري. مشاهدينا الكرام، حول الضحايا غير المرئيين في سجون الانقلاب ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فكونوا معنا بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أنا مو واحد من المختطفين، شلوبني ولا عدريت أينه، ومن سجن إلى سجن إلى سجن لما عرفنا في الأخير فينه. لا صوت في صنعاء يسأل عن الذين ألقى بهم الانقلابيون في غياهب السجون الخاصة خارج إطار القانون، وحتى تلك السجون التي يفترض أنها تابعة لمؤسسات رسمية لكنها باتت اليوم في عهدة الميليشيا. في ظل الصمت المطبق المفروض حول ملف المختطفين والمخفيين قسرا، نشأت رابطة أمهات المختطفين كنافذة مهمة للدفاع عن حقوق المختطفين والتذكير بمعاناتهم وحمل أصواتهم للعالم. وكم من سجين بيخرج ميت من التعذيب؟ خرجوا عيالنا أو ابصروا لنا حل معاهم. فصول طويلة من المعاناة تعرض لها المختطفون في سجون الميليشيا، ليس أقلها الضرب والتعذيب المفضي للموت والإعدامات خارج القانون. رابطة أمهات المختطفين كشفت عن تعرض 5 مختطفين للتعذيب حتى الموت في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع خلال أقل من شهر واحد، كان آخرهم المختطف وليد الإبي الذي تمت تصفيته في سجن البحث الجنائي بصنعاء بعد أيام قليلة من اختطافه. تقارير حقوقية رصدت جانبا من معاناة المعتقلين، كان آخرها التقرير الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الذي أفاد أن إجمالي المعتقلين الذين تم توثيق بياناتهم بلغ 12,780 معتقلا، غالبيتهم ناشطون شباب وسياسيون وإعلاميون، بالإضافة إلى عدد من الفئات العمالية. سقط ملف المختطفين من حسابات الحلول المقترحة للتسوية السياسية المقترحة، وتراجع كثيرا موضوع إطلاق سراح المختطفين الذي كان أحد بنود مسودة اتفاق الكويت وجنيف. معاناة أهالي الضحايا هي الجرح المفتوح، خصوصا وأن الكثير من المختطفين كانوا هم المعيلين لأسرهم، وتتعرض أمهات المختطفين وزوجاتهم وبناتهم لاعتداءات متكررة في الوقفات التي يقمن بتنظيمها للمطالبة بالإفراج عن ذويهن، وتبقى أصوات الضحايا مخنوقة ما لم تستجب لنداءاتها المنظمات الحقوقية والإنسانية، وتقوم بالضغط على الانقلابيين من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط. مشاهدينا الكرام، للحديث عن هؤلاء المختطفين غير المرئيين سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام من فيينا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. نعم أستاذ توفيق، بداية نود منك أن تحدثنا عن المخاطر المترتبة على وجود مثل هؤلاء المعتقلين ويعني في سجون أيضا غير مرئية وغير معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية المخفيين قسرا والمعذبون في غياهب السجون هي القضية الحاضرة الغائبة المتجددة المستقبلية باستمرار. هذه الحادثة التي أو هذه الواقعة
في حقيقة الأمر، التي انفتح جرحها مع سقوط الدولة في 21 سبتمبر عام 2014. قضية المخفيين قصرا عندما نتحدث عنها نحن نتحدث عن انتهاك متعلق بحق الحياة، متعلق بحق الكرامة الإنسانية، متعلق بحق الإنسان في أن يعيش حياته الطبيعية. نتحدث عن قضية متعلقة بحق الصحة، بحق التعليم، في حق الإنسان أن يعيش بين أهله بين ذويه. نحن نعم أستاذ توفيق، إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعود الاتصال بك أستاذ توفيق. نعم أستاذ توفيق عدت إلينا. أستاذ توفيق إذا نعم هل تسمعني الآن؟ نعم معكم. نعم تفضل وصل. أنا أسمعك. نعم نعم. هذه القضية ليست قضية عادية، لأنها قضية جاءت تمس الحقوق الطبيعية لهذا الإنسان، حق كفلته كافة المواثيق الدولية اتفاقية من بما فيها الشرع الدولية والمعاهدات المتعلقة بمنع الإخفاء القسري، بمعنى التعذيب إلى غير ذلك. عندما نتحدث عن هذه القضية اليوم عندما نثيرها هي قضية مركبة، لأنها تتعلق بالإنسان، تتعلق بأسرته، تتعلق بالحق الاجتماعي، تتعلق بالجانب النفسي، تتعلق بالجانب العقلي. وبالتالي قضية المعتقلين، قضية المخفيين قسرا هي أولوية كبرى، لما أولوية نضالية وأولوية ثورية وأولوية حكومية وأولوية أخلاقية وأولوية دينية. وبالتالي هذه القضية السكوت عنها بمعنى السكوت عن مجموعة من الانتهاكات التي ترافقها، وخاصة حقوق الأطفال أن يعيش مع أبيه، حق الزوجة أن تعيش مع زوجها، حق المجتمع أن يعيش آمنا مطمئنا، حق الضحية نفسه في أن يحصل على تعليم، أن يحصل على صحة، أن يحصل على حقه الاقتصادي، أن يحصل. ولذلك القضية المختطفين هي مجموعة من الانتهاكات التي ترتكب في شخص واحد، وبالتالي نعم هي تطور. نعم. أستاذ توفيق انضم معنا أيضا الأستاذ مطهر البوذيجي المنسق العام للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ مطهر. مساء الخير، مرحبا. نعم، أشار تقريركم الصادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أشار إلى مئات المختطفين خلال الربع الأخير من العام من هذا العام. هل نحن أمام اختطافات مستمرة لم تتوقف؟ شكرا جزيلا. قضية أو ملف المختطفين من قبل ميليشيات الحوثي صالح أعتقد كما أسلف صديقي مهم جدا، ويجب أن يحظى باهتمام كبير. الأرقام التي تأتينا من الميدان أرقام مخيفة، يعني عدد 12780 معتقل حتى اللحظة، عدد كبير جدا. لك أن تتخيلي والسادة المشاهدين 204 طفل وما يقارب 91 أكاديمي من ضمنهم، بما فيهم العسكريين والسياسيين والنشطاء والمعلمين. ووجدنا من خلال تفحص استمارات البلاغات التي تصلنا عبر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ما يقارب من 1700 مختطف، لا يوجد أي مبرر أو أي سبب لاختطافهم. حتى الحوثيين أنفسهم ينكرون وجود هذا الرقم. نعم هذه الأرقام أستاذ نعم أستاذ مطهر، يعني هذه الأرقام التي تشير إليها وهي أرقام كثيرة وفي فترات قصيرة، أيضا هناك يعني إجمالي المعتقلين الذي تم رصدهم بحسب بياناتكم يعني 12000 مختطف و780 غالبيتهم ناشطين شباب وسياسيين وإعلاميين، يعني رقم كبير ومفزع ويتوالى يوميا أو يتزايد يوميا، ألا يحرك مثل هذا الرقم الضمير الإنساني العالمي؟ للأسف دور المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا زال ضعيف ومحدود. يعني نحن من خلال البيانات التي تصلنا من منظمات كبيرة مثل منظمة هيومن رايتس واتش تقول أن عدد المحتجزين والمختطفين حتى اللحظة لا يتجاوز 61 حسب المعلومات حسب المعلومات التي لديهم. منظمة أخرى مثل منظمة العفو الدولية تتحدث عن 60 معتقل. أعتقد أن هناك فجوة كبيرة
في مسألة توصيل المعلومات، أو أن هذه المنظمات تعتمد على منظمات غير مهنية أو أشخاص غير مهنيين في الداخل. الأعداد كبيرة جدا، ويجب أن يكون هناك اهتمام جاد وقوي من كافة أطراف المجتمع، مجتمع مدني، حكومة، منظمات دولية وقطاع عام. يجب أن نعري هذه الميليشيات وأن نضغط عليها للإفراج عن المختطفين. هناك مختطفين للأسف الشديد لا يوجد لديهم أي ذنب، سواء أنهم كانوا صدفة في أماكن الاعتقالات المختلفة، وهذا جانب. الجانب الآخر، المعلومات التي لدينا مخيفة عن أماكن الاحتجاز. عدد 484 معتقل، معظمها مباني حكومية سابقة ومدارس وملاعب وأندية، وعدد من السجون السرية، خاصة في هذه الظروف المناخية والشتاء القارس والبرد القارس والمعاملة اللاإنسانية. نعم. نعتقد نحن في التحالف اليمني وفي المجتمع المدني بشكل عام أن المختطفين ملف أن يجب أن يولي اهتماما كبيرا. يجب أن الحكومة الشرعية يجب أن تقوم بدورها. كانت في الفترة السابقة حرك هذا الملف عبر المشاورات الأخيرة اللي حصلت في الكويت، وأعتقد أن تم الإفراج عن عدد محدود. نعم. طيب أستاذ مطهر، يعني 500 من كل طرف. نعم أستاذ مطهر، كثير من الأهالي يتخوفون من تسجيل أو رصد أسماء أبنائهم المختطفين، خوفا من أن يطالهم تعذيب وخشية كثير من التهديدات التي تصلهم. أود أن يعني تحدثنا عن أهمية الرصد والتوثيق لمثل هذه الحالات بالنسبة للمختطف، بالنسبة للمنظمات، بالنسبة للأهالي أيضا. صحيح، يقوم أهالي المعتقلين بدور أعتقد أنه إيجابي جدا. في عدد من الحركات التي تطوعت بالدفاع عن المعتقلين، منها هيئة الدفاع عن المختطفين في صنعاء، وتضم محامين ونشطاء. في تكتل آخر اسمه تكتل أمهات المختطفين، في حركة ناشئة اسمها حركة رفض، في عدد من المنظمات. ولكن المشكلة أنه تم رفض عدد 320 حالة منع من الزيارة، سواء كانت بطريقة رسمية أو غير رسمية، أو طلب الزيارة مباشرة للسجون. تعرض أهالي المعتقلين بحسب البلاغات التي سجلناها ووثقناها نحن في عبر الفريق الميداني لعدد من المضايقات والتهديد كذلك بالاعتقال، والتهديد من قبل أعضاء الميليشيا. تم تحليل عدد أكثر من 700 استمارة بلاغ تم استلامها من أقارب المختطفين، تقول أن 90% من المعتقلين تم الطلب منهم بأن يدفعوا مبالغ مالية. الحد الأدنى من هذه المبالغ وصل إلى 20,000 دولار، يعني ما يقارب 5 مليون ريال. الحد الأدنى 300,000 ريال أو ما يعادل 1500. يعني نحن أمام مجموعة من نعم، هي عصابات، نعم، وربما هي خلية جديدة للمتاجرة بهؤلاء المختطفين. شكرا جزيلا لك أستاذ مطهر البذيجي، المنسق العام للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ توفيق. أشار الأستاذ مطهر إلى نقطة مهمة، وهي مسألة المقايضة بهؤلاء المختطفين، حتى أنها ربما أصبحت نقطة معروفة أنها سبل، أن المختطفين سبيل من سبل الإعاشة التي اعتمدت عليها العصابات مؤخرا، الوساطات والمبالغ التي تدفع ولفلان ثم إلى أن تصل إلى أعلى مرتبة حتى تستطيع أن تفرج عن ولدك. كيف تعلق على هذه النقطة أستاذ توفيق؟ أستاذتي الكريمة، منذ دخول الميليشيات أو سقوط العاصمة صنعاء بيد الميليشيات وفتح هذا الملف، كان في البداية وفي حقيقة الأمر أن هذا الملف أو هذه الانتهاك يستهدف كرامة الإنسان، يستهدف سحق هذه الكرامة من أجل إسكات أي صوت يمكن أن يقف في وجه الميليشيات أو يكون له صوت حر يغرد بعيدا عن الصوت الذي يريده الميليشيات، كان إعلاميا، كان أكاديميا، كان صحفيا إلى غير ذلك. ثم بدأ هذا الأمر يمتد
ليتجاوز هؤلاء الناس، هؤلاء النشطاء الثوريون إلى أهليهم وذويهم، ثم انعكس هذا الملف، تحول هذا الملف لديهم من ملف سياسي بالدرجة الأولى إلى ملف اقتصادي وملف ابتزازي كما شاهدنا في كثير من الأمر. وكثير هذه أعتقد هذه الوثائق أو هذه الانتهاكات موثقة كثير منها، ما في قضايا الابتزازات، المطالب المالية، هنالك استمارات، هنالك شكاوي، هنالك رصد، وهنالك جهد يقوم به كما ذكر الأخ مطهر من أجل تفعيل وإظهار هذه القضية. أنا في حقيقة الأمر يعني أخص بالشكر للأستاذ عبد الباسط غازي وفريقه من هيئة الدفاع عن المعتقلين ومنظمة أمهات المعتقلين التي تحولت خرجت من الإطار الأمومي البيتي إلى الإطار العالمي. هذه المنظمة يجب أن نوجه لها الشكر، استطاعت أن تحرك هذه القضية عبر السفارات، عبر المنظمات الدولية، حتى استطاعت أن تلتقي بولد الشيخ لكي تضع النقاط على الحروف. نحن أمام قضية متعلقة بانتهاك الإنسان ومتعلقة بكرامة الإنسان ومتعلقة بمعاش الإنسان نفسه. كما أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، أن قضية الانتهاكات المتعلقة بالإخفاء القسري والمتعلقة بالتعذيب بدأت تغزو بعض المناطق التي تسيطر عليها الشرعية. وأنا أدعو من هذا المنبر كافة العقلاء الذين يسمعونني في هذا البرنامج من السلطة الشرعية إلى أن يتقوا الله، ويجب أن يفعلوا دور وزارة حقوق الإنسان في المعتقلات الخاضعة للسلطة الشرعية. هنالك مخفيين، لدينا أسماء، لدينا أرقام، لكن يبقى القضية متعلقة بالنسبة. النسبة كبيرة جداً في المناطق التي تخضع لسلطة الاحتلال، نعم، لسلطة الانقلاب الحوثية في صنعاء، خاصة في صنعاء، لكن إذا في مناطق تخضع لسلطة الميليشيا السلطة الشرعية، وفي هنالك معتقلين أيضا نحن نطالب السلطة الشرعية أن تفرق فورا عن كافة هؤلاء المعتقلين. نعم، إذا يعني أستاذ توفيق هناك أيضا، نعم، مسألة أن هناك سجون أيضا غير معلومة. تحدث الأستاذ مطهر عن 408 معتقل هو مقار حكومية سابقة ما بين مدرسة إلى أماكن حكومية أخرى غير مهيئة لأن تكون، طبعا في كل الأحوال سجوننا غير مهيئة لأي وضع إنساني، ولكن أن تضاف إليها مثل هذه المعتقلات في ظل هذا البرد، في ظل عدم تمكن أهالي هؤلاء المعتقلين من التواصل بهم، إمدادهم بما يحتاجون من بطانيات أو ملابس خاصة بالشتاء وأغذية أيضا، كل ذلك أستاذ توفيق يضاف إليه التعذيب. هناك حملة أطلقت يعني أوقفوا التعذيب، ما مدى أهمية مثل هذه الحملات التي تطلق من فترة لأخرى؟ أستاذتي الكريمة، الذي ينتهك حقوق الإنسان ويخفي الإنسان قهرا هو لا يعمل في جمعية خيرية، هذا ما يجب أن نؤمن به، ولا يعمل في جمعية خيرية. ما دام اعتقل هذا الإنسان وأخفاه قسرا وحرمه من حقه في الحياة ومارس في حقه التعذيب بكل برودة، لا يمكن أيضا أن يوفر له سجن طبيعي تتوفر فيه الشروط القانونية والشروط الصحية لكي ينعم به. الحقوق منظومة متكاملة تبدأ بحق الحياة، ثم تبدأ معها بقية الحقوق السياسية والاقتصادية والأمنية إلى غير ذلك. ولذلك إخفاء الإنسان قهرا ثم تعذيبه فهي يتبعه كافة هؤلاء الانتهاكات. المعتقلين لا يمكن الخروج أو الحصول على حقهم الطبيعي إلا بضغط دولي وبضغط سياسي. نحن نرى الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتفاوض مع الانقلابيين تخرج بصفقة، إما تفرق عن واحد أو اثنين. العمل السياسي القوي، العمل العسكري الموجود على الأرض القوي، الضغط الدولي هو الذي يجب أن يتحرك في هذا الاتجاه، إضافة إلى الوقفات الإعلامية والمناشط إلى غير ذلك. لكن ما أريد أن أؤكده أن من ينتهك حقوق الإنسان لا يعمل في جمعية خيرية مطلقا، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي، المجتمع المحلي، المجتمع المدني، السلطة الشرعية، كافة الوسائل السياسية وغير السياسية من أجل الضمان الإفراج عن هؤلاء المعتقلين ومن أجل ضمان الحصول على حقوقهم الطبيعية كاملة. نعم، كيف يمكن أن يتحرك هذا المجتمع الدولي أستاذ توفيق ونحن نجد، نعم، يعني مثلا كمجتمع محلي هناك يعني أنشطة أنت ذكرتها ولهم خالص الشكر، مثل يعني رابطة أمهات المختطفين، هناك أيضا هذه اللجنة المكونة للدفاع عن المختطفين، يعني هناك حراك محلي، ولكن مهما حاولوا أن يصل صوتهم إلى المجتمع الدولي نجد أن أذانهم غير مصغية لهذا الوجع الإنساني، فكيف يمكن أن يتحرك المجتمع الدولي؟
أعتقد أن إيصال صوت المعتقلين إلى المجتمع الدولي في الدرجة الأولى هي من مهمة الحكومة الشرعية ودبلوماسيتها الخارجية. يجب أن يكون لدينا دبلوماسية حقوقية بالإضافة إلى الدبلوماسية السياسية. وظيفة هذه الدبلوماسية إيصال الحقائق للمجتمع الدولي، إقامة الندوات، عمل الأفلام الوثائقية التي تؤكد مثل هذا الأمر، إضافة إلى المجتمع الدولي، إضافة إلى المجتمع المحلي الحقوقي الذي يجب أيضا أن يساهم بالخارج بإقامة الندوات وغير ذلك ليصل هذا الأمر. أعتقد أن التقارير التي صدرت من المنظمات الدولية سواء العفو الدولية أو هومن رايت كشفت وإن أبرزت جزء من الحقيقة، لكنها كشفت أن هنالك خلل كبير في تلقي المعلومات، وبالتالي واجب السلطة أن تعرف المجتمع الدولي وألا تتحرك في أي مفاوضة حقيقية بدون أن يكون هنالك مدخل يفرق عن هؤلاء المعتقلين. الحوثيين لديهم معتقلين أعتقد مع الحكومة الشرعية يجب أن يكون هذا الملف له أولوية في التفاوض وألا يتحركون في أي مسار تفاوضي بدون الإفراج عن هؤلاء المعتقلين. نعم أستاذ توفيق، تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الأخت نسمة مبارك قريبة أحد المختطفين من صنعاء. مساء الخير أستاذة نسمة. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك، ونود أن تحدثين عن آخر يعني ما قمتم به كرابطة أمهات. لا، أنت قريبة أحد المختطفين، إذا حدثيني عن بعض تفاصيل هؤلاء قريبك أو بقية المختطفين، هل يتم السماح لكم بزيارتهم والتواصل معهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن أهالي المختطفين نعاني معاناة شديدة مع ما يحصل الآن بالذات في العاصمة صنعاء، لأنها تسيطر عليها الميليشيات الحوثية والعفاشية بشكل كبير جدا، وليست فقط يعني ليس فقط التعذيب هو فقط للمختطفين، التعذيب لنا أيضا نحن أهالي المختطفين. يعني هناك تعدي بالضرب، هناك تعدي بالكلام بالألفاظ، في كل وقفة نحاول أن نقف من أجل المطالبة لإخراجهم تتم هناك محاولة إيذاء بشتى الوسائل والطرق. أما تعذيب المختطفين، هناك من أهالينا من المختطفين لا نعرف عنهم شيئا منذ اختطافهم، وهذا أكبر من التعذيب. يعني التعذيب لا زال يصلنا أخبارهم أنه يعني ضرب أو عذب أو كذا، لكن المؤلم أكثر أننا لا نعرف عن مختطفينا، عن بعض مختطفينا إلى الآن لا شيء. نعم، حين يتم التواصل معهم أستاذة نسمة، نعم حين يتم التواصل مع القيادات الحوثية الميليشياوية التي في صنعاء والمعنية بهذا الأمر، ما الذي يخبرونكم عنه؟ يعني هل هم يعترفون بوجودهم؟ هل هناك تهمة معينة؟ هناك تعتيم وتغطية تامة بل إنكار مع الأسف. يعني تأتينا الأخبار فقط من بعض من يرحمون حالنا ونحن على أبواب السجون، فيخبروننا بأن مثلا المختطف فلان الفلاني هو موجود لدينا هنا في السجن، يعني عبر الرشوات أو عبر المبالغ المالية تدفع لهم أو عبر بعض العسكر التي لا زالت لديهم نخوة، يرون الأمهات تبكي وتتألم لا تعرف ابنها فين، فيضطرون إلى إخبارنا بأنه مثلا في السجن الفلاني أو نقل في اليوم الأول أو نقل قبل شهر وأحيانا نقل قبل 3 أشهر إلى السجن الفلاني، لتبدأ مرحلة معاناة أخرى أنه إنكار شديد ليس موجود. ومع الأسف يعني والمؤلم أكثر أنه يخرج بعض المختطفين من هذه السجون إما ميت أو يعني معلول جسديا ونفسيا. نعم، كان الله في عونكم وأفرج عن هؤلاء المختطفين. شكرا جزيلا لك أخت نسمة مبارك قريبة أحد المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أستاذ توفيق، اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، مرحبا بك مرة أخرى معنا أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، يعني الجاني إذا لم يقرع بجريمته فهو يتمادى، وربما هذا ما حدث مؤخرا بوسائل التعذيب التي تتم لهؤلاء المختطفين، ربما آخرها ما حصل لوليد الإبي رحمة الله عليه في سجن البحث
الجنائي أسبوع واحد وعاد جثة إلى ذويه. ماذا عن هذه يعني الزيادة في مستوى التعذيب، الزيادة في والتفنن أيضا في وسائل تعذيب المختطفين وأهلهم أيضا كما تحدثت معنا الأخت نسمة؟ أنا أعتقد القضية هي متعلقة بالجو العام أو والثقافي والفكري والسياسي لهذه الجماعة. القضية متركبة، ربما إذا حدث هنالك ضغوط سياسية عسكرية إلى غير ذلك يتحول مزيد من الضغط إلى هذا الأمر، وبالتالي العملية أستاذتي الكريمة هي متعلقة بالتكوين الفكري، بالتكوين النفسي، بالتكوين حتى التعليمي والحقوقي. نحن أمام فاجعة في حقيقة الأمر، فاجعة بكل المقاييس، أن هؤلاء الناس اليوم الذين يتخذون قرار التعذيب وقرار الإخفاء وحتى قرار القتل لا يحتاجون إلى أي مبررات، مثل الأخ اللي يدعون بأنه قتل نفسه أو انتحر إلى غير ذلك. يعني هؤلاء الناس اليوم زيادة في هذا المنسوب يعني يكشف لنا أن هذه الجماعة تعيش حالة من التخبط، حالة من الخوف، حالة من الهلع، وبالتالي تحس بأن الشارع سوف يغلي، وبالتالي هي تحاول أن تخيف الجميع من أجل أن تبقى الأمور كلها تحت سيطرة. اليوم لا أحد يدري ماذا يدور في السجون. أنا أعتقد أن اليوم ما تكشفه الأيام أو ما يعترف به الميليشيات من وجود معتقلين يعني قتلوا تحت سياسة التعذيب هو جزء بسيط، لكن أنا أعتقد إذا ذهبت هذه الغمة سوف يكتشف اليمنيين أنهم عاشوا مرحلة من أسوأ مراحل التاريخ اليمني الحديث والقديم برمتيها. نحن أمام جماعة بشعة مشحونة بالقتل، مشحونة بمجموعة من الأفكار القاتلة. نحن اليوم كما ترين أستاذتي الكريمة أن هذا الفكر ليس في اليمن فقط وإنما موجود في كل مكان، ونشاهد عبر وسائل الإعلام القتل على الهوية، القتل النساء، قتل الأطفال بأبشع أنواع الصور، وبالتالي ما يحدث في اليمن هو انعكاس لهذا الشح الطائفي المقيت للأسف الشديد. نعم. وبالتالي هذا المنسوب هو زائد بسبب الإعلام الكبير. نعم، لكن ما يلاحظ أيضا أستاذ توفيق، نعم، أن هناك صمت غريب من المنظمات الإنسانية الدولية. هناك كما تحدث معنا الأستاذ مطهر أرقام قليلة ما يتم ذكرها في المؤسسات الكبرى العاملة في مجال حقوق الإنسان، يعني تتحدث هيومن رايتس عن 61 معتقل، تتحدث منظمة العفو الدولية عن 60 معتقل. أين البقية من هذه المؤسسات أو من هذه المنظمات؟ ولماذا يعني هناك ملفات يتم السعي وراءها والحديث عنها وإشعال النار لأجلها، ويعني قضايا لا يتم الالتفات إليها بتاتا؟ والله قضية المنظمات الدولية يجب أن نتحدث عنها من شقين. الشق الأول هو الجانب الأخلاقي، وهذا ستجد أن هنالك انحراف أخلاقي مريع متعلق بهذا الجانب. المنظمات الدولية اليوم لا ترى أو لا تحاول أن ترى في حقيقة الأمر، وإذا استقت معلوماتها هي تأخذ بفكرة المتلاعبون بالعقول، بمعنى هذه الفكرة المتعلقة بالإعلام كما يقولون، لكن أيضا هي تمارسها في الجانب الحقوقي. هي لا تتحدث، لا تستطيع أن تنكر وجود انتهاك مخفيين قسرا أو معذبين، لكن تحاول أن تقلل النسبة إلى درجة بحيث يستهان بها المشاهد أو يستهين بها الرأي العالمي. هذا أمر متعلق بالجانب الأخلاقي. الجانب الآخر متعلق بعمل لوبي من الطرف الآخر. الطرف الآخر يشتغل وفق لوبيات عالية موجودة داخل المنظمات الدولية، يخترق هذه المنظمات، لديه مؤسسات كبرى موجودة في الخارج، وبالتالي هو يعمل على التشكيك، يعمل على التغذية المغلوطة لهذه الانتهاكات، يحاول أن يشكك بكل طرف قوي موجود على هذه الأرض بحيث تخرج الصورة بالطريقة التي نشاهدها في منظمة العفو الدولية أو بالهومان رايتس إلى غير ذلك. الملفات الحقوقية اليوم في الخارج هي معركة كبرى
لا تقل شأنا عن المعركة السياسية، لا تقل شأنا عن المعركة العسكرية، ويجب أن يتصدى لها المتعمقون والمدركون لخفايا اللعبة الموجودة في الخارج. وهذا الأمر يجب أن تسأل عليه الشرعية اليوم، الشرعية ووجودها في الخارج بصورة دائمة إلى غير ذلك. نحن ندعو دائما أن يجب أن يصل الصوت الحقوقي، صوت المظلومين، النات المقهورين، يجب أن يصل إلى الخارج وبقوة. المجتمع الدولي الذي نتحدث عليه ليس المنظمات التابعة للأمم المتحدة ولا المنظمات الكبرى، المجتمع الدولي مفتوح. يجب أن نبحث عن منظمات حقيقية ومنظمات فاعلة، ويجب أن يكون صوت طرح موجود بأكثر من لغة، نخاطب الشارع إعلاميا، نخاطب المؤسسات حقوقيا، يجب أن تتدفق المعلومات، يجب أن تتدفق القصص المروعة، يجب أن تتوالى الشكاوى باستمرار، يجب أن يصل إلى الجامعات، نصل إلى المنظمات، إلى كل هذا المجتمع يجب أن يصل صوتنا. وأعتقد أن هذا الأمر يجب أن يوضع في خطة المنظمات التي تعمل بجد من أجل انتهاكات حقوق الإنسان. نحن أقول كما قلت لك، نحن أمام جانبين، الجانب الأخلاقي سقطت فيه المنظمات الدولية، لكن جانب اللوبيهات ما زال الطرف الآخر يعمل، لأنه يعمل من أجل قضية وإن كانت باطلة، لكن قضية يريد أن يفرغ القصة من مضمونها ويظهر أمام العالم بأنه مظلوم وبأنه تنتهك حقوقه، ويستغل أبسط القضايا مثل قضايا الصالة والتي نقرمها وندينها جميعا، لكن بصورة تجعل الإعلام، كل الإعلام يتحدث عليه أن هنالك انتهاكات من قبل القوات الشرعية تنتهك داخل اليمن. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ توفيق أن ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب والروائي محمود ياسين من صنعاء. مساء الخير أستاذ محمود. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا في المساء اليمني أستاذ محمود، وبكونك أحد المختطفين سابقا ضمن مسيرة الماء، ماذا عن بقاء بعض هؤلاء المختطفين في حالة إخفاء قسري حتى اللحظة؟ تبقى من مسيرة الماء لا يزال لدينا أمين الشفق، أحد منظمين سيرة الماء، لا يزال إلى الآن معتقل ومختطف، يعني لا نسميه معتقل، مختطف لدى الميليشيات إلى الآن، ولا نعرف ما هي التهمة تحديدا غير مسيرة الماء، يعني نحن في جعلنا فنفترض إبقاءنا. لما تبقى هو أستاذ محمود؟ لما يعني يظل هو؟ لا هذا فقط، لا داعي لكثر الكلام، أنا لا لم أكن أريد أن أقول هذا الكلام، هو فعلا متهم ومختطف بسبب مسيرة الماء، لكن استبقوه عوضا عن مسيرة الماء ايضا لانه من حزب، يعني او محسوب على حزب يعتبرونه عدو ومستباح ويمكنهم اعتقال اي فرد فيه. نعم، هل لديكم اي معلومات عن صحته؟ مسيرة الماء. نعم، هل لديكم اي معلومات عن صحته، عما يحدث له، هل تستطيعون التواصل به؟ لدينا معلومات انه نقل من سجن الامن القومي الى السجن المركزي بصنعاء، ومش قادرين يعني نزوره إلى الآن يعني، لكن فيك على كل حال يعني كيف تكون صحته؟ صحة سجين خلف القضبان مبعد عن أطفاله زوجته أكثر من سنة يعني إلى الآن، أكيد نعم. يكون يعني متعب جدا يعني. نعم أستاذ محمود، أشرت في العديد من كتاباتك لموقف الملتبس لبعض المنظمات الدولية، ماذا يشكل هذا الدور من مضاعفات على الوضع المدني في بلادنا؟ هو يفاقم الوضع يعني، أكيد يجعل يعني هم في الأخير المجتمع الدولي الآن يتلقى الصورة اليمنية بشكل جيد، ربما وإن كانت تفصح بعض تقارير المنظمات وهي تحاول أن تبدو أو أن تعتمد المهنية، لكن أنا لا أفهم مثلا المهنية هي في 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 مراقب خارجي، لكن المراقب الداخلي أو الناشط الحقوقي في الأخير هؤلاء الناس أهله، لا يمكنه أن يساوي مثلا بين أو يسمي أطراف إلى آخره أو كذا. مع احترامي للكل ومع احترامي لمهنية البعض وتحفظي على ردات الفعل في التخوين بعض المنظمات، لكن إلى الآن المنظمات العاملة في اليمن لا تنقل الصورة كما ينبغي. لماذا برأيك؟ لماذا الصورة ناقصة لديهم؟ الصورة ناقصة وأيضا ردات الفعل. لدينا مشكلة يا سيدة آسيا، لدينا مشكلة أساسية هي أنه الميليشيا التي اجتاحت حياتنا هي منتظمة بطريقة ما، لديها قوة ناظمة. ردة فعل المجتمع إلى الآن لا يزال يختبر أساليب لرفض حالة الهيمنة، وهو ليس هذا الذي يحدث. ردات الفعل هذه على محاولة إعادة استعباد المجتمع ليست هي المجتمع اليمني وكل خياراته، يرد ويقاوم بأكثر من طريقة ويقع في بعض الأخطاء، لا يزال لا يمتلك القوة الناظمة التي
يتمكنون من التواصل مع العالم وتحديد القضايا الدفاع عن نفسه دون ان يقع في بعض الاخطاء. نعم، متى ستصل اليه مثل هذه القوة استاذ محمود؟ يعني القوة الناظمة التي تتحدث عنها، يعني اذا كان في كل حارة تقريبا لديهم مختطف، اذا كان القريب يبلغ عن قريبه، اصبح الوضع سيء للغاية، الميليشيا موجودة في كل مكان، من كتب منشورات على الفيسبوك اصبح مطارد وملاحق، يتم الاختطاف فقط لانتماء الشخص لحزب، اذا متى ستصبح هذه القوة الناظمة هي دافع رئيسي للمجتمع للخروج عن صمته؟ هو سيخرج. شوفي الان يا سيدتي، الناس في سبب يعني تلقوا ضربه، المجتمع اليمني تلقى ضربه عنيفه افقدته توازنه. المجتمع اليمني محتفظ بحقه في الدفاع عن حريته، انه ما تمتلكوش مجموعه ولا تمتلكوا ميليشيا ولا تحكموا بالحق الالهي. رده الفعل الى الان هذه مشوشه الى حد ما، وربما ليست منتظمه، لكن في الاخير المجتمع اليمني سينتظم في رده فعل تحافظ على حريته. الان يعني الاختطافات في انقسام، ايضا في انقسام، ما فيش قوه ناظمه يعتبر انه المختطف هذا من جهه، مثلا كان اسمي امين الشفر، البعض يقول لك لا هذا هو ممكن لانه له علاقه بالاصلاح، بينما الامر انه اختطف لانه يحاول ان ينقل الماء لمدينه محاصره. نعم. لا يمكن ان يكون احتسابها كذا، لكن المجتمع سيفصح عن نفسه. لا، في تشوش في عمل المنظمات ومش قادره تنقل الصوره كما ينبغي للخارج، والخارج انا اخبرك امرا انه لم يعد كما كان الصوره الرومانسيه تلك للمجتمع الدولي الذي حين تلقى تقارير عن انتهاكات انه سيقوم ويفعل، المنظمات الدوليه حتى هي الاخرى تكاد تكون تدور في فلك السياسه وخيارات السياسه للقوى الكبرى يعني. نعم. وتشتغل عليها الى حد ما يعني، لكن نعم. في الاخير يا سيده اسيا، المساله ما عادش بحاجه لا المنظمات ولا شيء، الميليشيا تختطفنا كل يوم، زجت باهالينا في السجن، زجت بنا في السجن، تغييب، قام مصادرة حريات، لم يعد هناك من صحيفة في صنعاء غير صحفهم، لم يعد لنا مقر، لم يعد سواء حقوق حريات صحفية وإعلامية وناشطين وحتى للناس العاديين، نحن لدينا من يتحدث عنا، هذا الذي تم تعذيبه حتى الموت. المختطفين من الصحفيين لدينا من يتحدث عنهم، هناك جمهور كبيرة من الناس لا يوجد من يتحدث عنهم أصلا، ليسوا صحفيين ولا ولا ناشطين ومغيبين، ولا أحد يتحدث عنهم، وانتهم ربما قد مات بعضهم دون أن ندري يعني. صحيح. إذا شكرا جزيلا لك الكاتب الروائي محمود ياسين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ توفيق. أشار الأستاذ محمود ياسين إلى نقطة وهي أن المجتمع اليمني ربما تلقى ضربة أفقدته توازنه، بحاجة إلى قوى ناظمة لكي يستطيع أن يلملم ذاته والخروج من دائرة الصمت حتى يستطيع مواجهة كل هذا الظلم الذي يقع عليه. ما رأيك؟ أنا أتفق معه تماما، خاصة في قضية القوة، وجود قوة ناظمة تلملم هذا الجهد المتبعثر، ونحن عندما ننادي دائما أن السلطة الشرعية يجب أن تقوم بواجبها، لعل وعسى تكون اليوم السلطة الشرعية هي المظلة الناظمة التي يقر ويعترف بها كافة الأطراف المؤيدين أو المعارضين للانقلاب، وإن كان هنالك اختلافات فيما بينهم كما ذكر الآن، لكن تظل هذه السلطة الشرعية الأصل أن ترتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه. هل هي قادرة أستاذ توفيق على أن تكون مستوى الآمال التي نعم، هل هي قادرة على أن تكون قوة ناظمة؟ نحن للأسف الشديد نعم، نحن للأسف الشديد اليوم الشرعية وإن كانت مهترية، لكن هي المتبقية أمام هذا الشعب كشرط كخيار شرعي متمسك به، وبالتالي هذه السلطة وعلى هذه الشرعية أن تتحرر من كافة العوائق والقيود وأن ترتقي إلى مستوى. ما هي العوائق والقيود التي أمام الشرعية أستاذ توفيق؟ أنا أعتقد ما هو العائق أمام سلطة شرعية أن تدافع عن حقوق مختطفينها وهي أيضا لديها العديد من المختطفين كما تفضلت؟ أستاذ هناك عائق في بنية هذه الشرعية. نعم. اليوم الشرعية تعيد إنتاج الفساد الذي كان موجود أيام نظام علي عبد الله صالح، ما زالت تمارس السلطة اليوم من داخل الرياض بنفس الأساليب المعتقة. نحن اليوم في مرحلة استثنائية، اليمنيون يموتون جوعا بلا رواتب، الناس مخفيين داخل السجون، ولدينا سلطة شرعية للأسف الشديد لم تستطع إلى حد الآن تستوعب أنها تعيش مرحلة استثنائية وأنها أمام خيار استراتيجي متعلق باستعادة السلطة وتحرير هذا المجتمع. وبالتالي السلطة الشرعية اليوم نحن لا خيار أمامنا إلا أن نصلح هذه السلطة،
وأن ننتقدها وإن كان بقوة، لأنها هي الخيار الناظم الذي سنتعامل معه. لديها سفارات في الخارج، لديها إمكانيات، لديها دبلوماسية، لديها اعتراف دولي، لديها خضوع شعبي وعسكري ومدني إلى غير ذلك، وبالتالي لا خيار إلا أمامها. لكن نقول هذه السلطة يجب أن نرفع أصواتنا كلنا وأن يوقف العبث الذي تمارسه السلطة للأسف الشديد. نعم، اسمح لنا أستاذ توفيق يعني أن تنضم معنا أيضا الأخت أمل عبد الرحمن، وهي عضو رابطة أمهات المختطفين، اللي تحدثنا عن آخر أنشطتهم في هذا المجال. مساء الخير أستاذة أمل. مساء الخير أستاذة أمل، حدثينا عن تفاصيل الحملة الأخيرة التي تم إطلاقها في رابطة أمهات المختطفين. في الحقيقة الحملة الأخيرة أوقفوا التعذيب في اليمن هي حملة ممتدة من الحملة المناهضة للتعذيب. نعم. وكان تستطيع أن تقولي الشيء الذي أثار المشاعر وحرك الفعل والدافع لدى الأمهات هو مقتل وليد الإبدي. نعم. يعني وصول هذا الخبر على ووقوعه على قلوب الأمهات كان صادما حدا كبيرا، لأنه في خلال 4 أيام شخص يعذب ثم يعدم بالرصاص داخل مركز أمني يسمى البحث الجنائي، مركزا مفترض به أنه لحماية الإنسان اليمني، للدفاع عن حقوقه، لرعايته، ليس لقتله. هذه الصدمة كانت كبيرة. وعندما زار وفد الرابطة زوجة وليد الإبي ووالدته، ورأى زوجته وهي ترتدي الشال على عنقها، شال زوجها الشهيد، وترتدي جاكيته تلبسه، شعرنا كأن الحزن والألم يحرقنا من دواخلنا، كأن ما تصنعه هو نداء صامت لكل القلوب التي ربما غفلت للحظات عن آلام المختطفين، أو شعرت أنهم مجرد آلاف من البشر. ليس إلا هؤلاء الآلاف خلفهم آلاف من المحبين، أصدقاء وأمهات وزوجات وأقارب. هؤلاء أبناء الوطن، أبناء البلد، أبناء اليمن، شيء من أرواح الجميع، شيء من دمائهم. لذلك قررنا أن نمضي في هذه الحملة، وإلى الآن أسبوع كامل في هذه الحملة نعرض فيها الانتهاكات المتعددة التي حصلت سواء في مقتل مختطفين في أمانة العاصمة أو خارج أمانة العاصمة، أو ما يحصل في السجون عموما من طريقة التعامل مع المختطفين. أسبوع كامل، أقول خلال هذا الأسبوع الكامل لكل اليمنيين على اختلاف مكوناتهم، نحن نفتقدكم. نعم نفتقدكم في هذه الحملة، نحن نفتقدكم، لم نجدكم كما يجب. أردنا من الحملة أن تكون حاجزا واقيا لأبنائنا المختطفين جميعا، ولليمنيين، لليمنيين جميعا، أن ينتهي هذا الملف، أن لا يقتل يمني أخاه اليمني أعزلا أعزلا لا شيء يحمله، أن لا يقتل أخاه لمجرد اختلاف في وجهات النظر أو اختلاف سياسي أو اختلاف فكري، أن يكون في قلوبنا مساحة الرأفة والرحمة التي طالما تغنينا بها. أردنا أن نصنع العقد الاجتماعي الذي يعيد للقانون كيانه، الذي يجعل حقيقة القانون ماضية في قلب الإنسان اليمني مهما كانت الظروف، ولو كانت حربا، ولو كان القانون معطلا، ولو كانت الدولة غير موجودة، الإنسان اليمني موجود. كيف تسمح بهذا الشيء أن يحصل لإنسان بريء أن يقتل، ويقتل بطريقة مؤلمة حدا كبيرا، ثم تحرم عائلته من استلام جثته ليضغط عليها باتخاذ رأي أو سلوك ما معين. هذا الشيء تكرر 61 مرة. هذا العدد يا أيها السادة الكرام جميعا أليس عددا كافيا ليؤلمنا؟ هؤلاء الذين توفوا تحت التعذيب، أليس هذا الألم الذي عاشوه بعدد اللحظات والشهور والدقائق كافيا لأن يحتوي على ألم اليمن كلها؟ بكينا جميعا معكم، بكينا على كل دم يمني فقط، على شهيد وجريح ومتألم، ولم نجد إلا أنفسنا لوحدنا نبكي على دماء أبنائنا. لن تكونوا لوحدكم أخت أمل، يعني نحن معكم وسنكون صوتكم بإذن الله. يعني أمام كلماتك لا أستطيع أن أتحدث أخت أمل، يعني يصيبني الألم معكم كأم،
وكسيدة ربما يعني هذا الألم الذي لابد أن تشعر به كل امرأة وأن تحرك لأجله الكثير والكثير، وعلينا جميعا أن نطالب بوقف التعذيب وبإخراج هؤلاء المختطفين. شكرا جزيلا لك أمل عبد الرحمن، عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. تعليقك أستاذ توفيق على ما تفضلت به الأخت أمل. أعتقد لا تعليق، الأخت أمل تحدثت عن الألم اليوم الذي يسكن قلوب الأمهات والأخوات وأقارب المخفيين والمعذبين بشكل عام. اليوم هذا الألم هو الذي يخيم على الأرض اليمنية. اليوم اليمن تعيش حالة نكبة مأساوية ونكبة أليمة من نكبات التاريخ. أعتقد سيقف الأجيال القادمة أمامها طويلاً. هذه النكبة اليوم بدأت تعري كثير من أصحاب القلم، من أصحاب السياسة، من أصحاب التجارة. هنالك من انتصر للجانب الإنساني، هنالك من انتصر للجانب القوة، الجانب المصلحة، الجانب النفاق. نحن أمام مفرق تاريخي، يجب علينا جميعا أن نعمل من أجل استعادة اليمن، استعادة الدولة، استعادة الهوية، استعادة التعايش الذي كان يعيشه اليمنيون مع بعض، لننتقل إلى مرحلة مستقبلية جديدة. اليوم هنالك تشوهات نفسية وعقلية وفكرية وأخلاقية كبيرة، أمامنا تحدي كبير. أعتقد أن الأخت تحدثت من واقع أليم، ربما نحن حتى أنا وغير اللي في الخارج ربما لا نستطيع أن نعبر جزء مما ما هو موجود في واقع على الأرض من حياة أعتقد أنها أصبحت متصحرة وموحشة، لا نستطيع أن نصفها الوصف الدقيق. لكن ما نستطيع أن نقول أن هنالك في اليمن انتهاك مريع جعل أصاب الحياة السياسية بالموت والحياة الاقتصادية بالشلل والحياة الإنسانية جمدها وشيعها إلى عالم آخر. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. أشكر لكم مشاهدينا الكرام، وطلب أخير أن نتفاعل أكثر مع قضية هؤلاء المختطفين، أن نلبي نداء الأخت أمل، أن نستمع إليه بضمير حي مرة أخرى. شكرا مرة أخرى لمتابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.